البان كيك الموز، كوباية ونص من الدقيق الأبيض، معلقتين سكر، معلقة بيكنج باودر، رشة ملح، واحدتين من الموز مهروسين، بيضتين، كوباية لبن، فانيليا، ثلاث معالق زيت، ثلاث معالق زبدة، معلقة زيت للتقديم، عندي عسل أبيض وموز وسكر بودرة وصوص كراميل وأي حاجة أنتوا حابينها للتقديم مفيش مشكلة. طيب هنعمل ايه؟ هاخد الزبدة على النار عشان عايزة اسيحها، مش عايزة اقدحها بس عايزة اسيحها هنا، وهاخد هنا المقادير السايلة الاول، زيت، موز مهروس، بيض، فانيليا، سكر، واخلط المقدار ده كله مع بعضه، واخلط البيكنج باودر ورشة الملح مع الدقيق وانزلهم هنا واخلط. هنزل نص مقدار الزبدة اللي هو معلقة ونص، والنص التاني هرجعه على النار واخلط. وانا بخلط هنا بقى هبتدي انزل اللبن. عايزه قوام تقيل لان انا بعمل بان كيك مش بعمل كريب، اسمه بان كيك يعني كيك تخين مش كريب. ادهن بيها الطاسه واقوم واخده المقدار بتاع البان كيك. بسم الله الرحمن الرحيم، بعيد عن النار لان الطاسه سخنه، واقوم منزلاه هنا ومش هرفع على النار غير لما الحراره تظبط معايا شويه وما يكونش تخين قوي على النار علشان يستوي من جوه ما يستويش من الناحيتين ومن جوه يفضل ني. لما يعمل فقاقيع هواء على الناحيه دي هنقله على الناحيه التانيه، اقلبه يعني، وبعدين ابتدي اسوي بان كيك جواه موز. شوفوا بقى البان كيك خلص. يلا شويه سكر بودره، عايزين تحطوا له تشوكلت، تحطوا له كراميل، تحطوا له مربى، تحطوا له زبده، براحتكم تماما. انا بحب اكله ازاي؟ بحب اكله بشويه سكر بودره وشويه عسل ابيض.